From another point of view, من وجهة نظر أخرى، هل تعتقدين أن بداية الرحلة إلى مصر لديها دلالة معينة؟ حيث أن عندما نتحدث عن إسرائيل وفلسطين وهذا الصراع وبداية الزيارة من السيد بلينكن من وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة بمصر لمقابلة الرئيس السيسي ووزير الخارجية السيد سامح شكري، هل هذا له دلالة خاصة بشأن الدور المصري؟ هل يمكن التعقيب على هذا الأمر للشعب المصري؟ بالطبع مصر دولة حليف رئيسي، وكما ذكر السيد بلينكن لابد من حشد أكثر عدد ممكن من الحلفاء لتحقيق الحوار البناء لإرساء عملية السلام ولعقد المزيد من التحالفات لتحقيق السلم. كما ذكروا هناك الكثير من الاهتمامات المشتركة من الولايات المتحدة ومصر، ولكن أنتوني بلينكين بدأ برحلته في مصر وهذا له دلالة على أهمية الدور المصري. ما الفرق من وجهة نظرك بين معاهدة السلام تحت مظلة الولايات المتحدة الرئيس كارتر بين مصر وإسرائيل وما يحدث الآن؟ بعض الأشخاص يقولون إن كان أمريكا لديها الإرادة لتحقيق السلام يمكن تحقيق السلام، هل تعتقدين ذلك؟ مرة أخرى أتمنى أن تتمكن الولايات المتحدة من ذلك لإصلاح هذه المشكلة. لا يمكن في حقيقة الأمر، هناك الكثير من الإنفاق الهائل لمحاولة دعم الحلفاء وكذلك للوساطة في لتحقيق عملية السلام. وعلى الرغم من ذلك يمكن استمرار الولايات المتحدة ريادة هذا الأمر وهو أمر مهم للغاية. هذه المعاهدة السلام التي تناولناها هذا حلم. أتمنى أن الشعب ينظرون إلى هذه المعاهدة لمتابعة الأهداف وتحقيق أهداف هذه المعاهدة. حاليا هل يمكن السماح بتحقيق ذلك أو هناك اختلاف كبير بين هذا الأمر والمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية؟ أعتقد أنه هو نفس الهدف، يمكن أن نستخدمه كمثال، وأعتقد أن الزمن مختلف. الآن لا نتحدث عن دولتين متصارعتين، هناك حدود جغرافية تتأثر بهذا الأمر وهناك مصالح مشتركة. أجد سوف يكون أصعب. أمريكا دائما لديها بعض الأدوات لاستخدامها عندما تحتاج الإدارة إلى تحقيق شيئا ما. أود أن أخبرك أن العالم العربي نحن نحلم بأن يكون لدينا معاهدة سلام مثل هذه، ولا يمكن تحقيق ذلك، ولكن بالإرادة الأمريكية والإصرار الأمريكي والأدوات التي لدى الولايات المتحدة لتحقيق هذه المعاهدة السلام بين الجانبين. أنا طموحة جدا حيال هذا الأمر. أعتقد أن الرئيس بايدن كان له زيارات مختلفة، لا ننسى أنه زار بنجامين نتنياهو لمدة كبيرة. الأمر يظهر أن هناك محاولات للتفاهم المشترك. الرئيس بايدن واضح تماما بشأن هذا الموضوع وما يحتاجه بنجامين نتنياهو، وأعتقد أن هناك ميزة كبيرة لوساطة الولايات المتحدة لتحقيق معاهدة السلام وعملية السلام. أنتوني بلينكين يعمل نيابة عن الرئيس بايدن في هذا الأمر. هم الأفراد المختصون ودرسوا هذا الأمر تماما ويتفهمون هذه القضية بشكل كبير. أعتقد أن حيال هذا الصراع لابد أن يلقى الكثير من الاهتمام من خلال الحوار والنقاش البناء. الأمر يعتمد عليهم، لا يمكن للولايات المتحدة فعل كل شيء.
لابد أن يكون هناك جهود مشتركة من إسرائيل وفلسطين لحل الخلافات الرئيسية، ولكن السبيل الوحيد هو التفاوض. لابد أن تحقيق المنفعة المتبادلة للجانبين، بدون ذلك لا يمكن تحقيق معاهدة سلام. منذ انتخابات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمعنا بعض البيانات، أذكرك ببعضها بشأن السيد بلينكين عندما زار جاي ستريت المجتمع اليهودي وقال أن الولايات المتحدة سوف تحكم، أن إسرائيل سوف تحكم البرلمان الأمريكي وليس الأفراد، ومن خلال التصرفات مجلس الوزراء. ماذا يمكن أن نقرأ خلف هذه السطور؟ سعيدة بسؤالك. أود أن أؤكد لك أنه دعا إلى الانتقام من بعض الأحداث الماضية، وهذا يعني أن كل شخص يشاهد ذلك بالفعل. هذه كيفية استجابتك؟ هل تستجيب؟ كيف تستجيب لهذا الأمر؟ إسرائيل تستجيب من خلال الانتقام وضرب الجانب الآخر. هناك خطأين من كلا الجانبين، وبالتالي السيطرة والتحكم للنظام القضائي الإسرائيلي ومع هذه الاحتجاجات تهتم بها الولايات المتحدة، لأن رأينا المزيد من المظاهرات. أسوأ سيناريو هنا حدث في العام الماضي، الكثير من القتلى. هذه المشكلة الأساسية. الولايات المتحدة لا تغمض عينيها وتركز على عدد من المناطق حول العالم، ولكن هذه المنطقة تمثل أولوية للولايات المتحدة لإحلال السلام في العالم.